السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفاة الفنانة أمان السويسي التونسية أبكى الملايين خبر وفاتها. انتشر صبيحة اليوم خبر وفاة شابة من مدينة العاصمة في تونس، حيث توفيت الشابة التي تبلغ من العمر 32 عام وقد تركت دنيانا اليوم، وحيث أن الشابة هي مشهورة تيك توك وتبلغ عددها للمتابعين عبر تيك توك 500,000 متابع عبر موقع تيك توك، وقد كان لها بصمة في موقع تيك توك وكانت ترفي جميلها بعد الأذعية عبر موقع تيك توك، واليوم راحت عن عالمنا وحيث انتشر خبر وفاتها بسرعة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وحيث أن خبر وفاتها انتشر في النار كالهشيم وأحزن كل أصدقائها وكل متابعيها، وقد نعاها عدد كبير جدا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وحيث كانت تمتلك عدة مواقع غير تيك توك منهم سناب شات، وأيضا تمتلك موقع الفيسبوك والذي يبلغ عددها به لكل متابعينها عبر الفيسبوك هو 200,000 متابع عبر موقع الفيسبوك بسبب حب الجماهير لها الجماهير التونسية. وأن الفنانة التونسية أماني السويسي رحلت عن عالمنا وأبكت كل الشعب التونسي وكل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رحمها الله، اللهم ارحمها واغفر لها وصبر لها وأسرتها، اللهم أمين. ولا نترككم في عهد الله، من والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.